مرحبا وأهلا وسهلا فيكم جميعا في لقاء خاص معنا مع أخونا وصديقنا وحبيبنا محمد أبو ناموس من الصين. محمد عرف على كل السوشيال ميديا وعلى الميديا كلها بأنه أول عربي الحمد لله أنه تعافى من فيروس الكورونا، ندعو له بالشفاء العاجل يا رب وأنه دائما يكون بالصحة والعافية. محمد احكي لي أول إشي، من وين أنت أصلاً؟ يعطيك العافية دكتور، الله ما يخليك، حبيبنا على راس. الله يخلي لي. أنا فلسطيني من غزة، من لاجئ من دير السبع. يا أهلا وسهلا فيك، إمتى رحت على الصين؟ والله 2018 في شهر 10 أكتوبر كنت في الصين متواجد. والله هو في البداية دراسة، وطبعا زي ما سموها فتحت فرص، لأنه الصين أنت بتعرفها يعني بلد اقتصادها قوي وبلد رائعة جميلة جدا متطورة إمكانياتها رائعة، فحبيت إن أنا يعني كل فرصة هناك أتعرف على البلد وتكون انطلاقتي للحياة إن إن شاء شاء الله. الله إن شاء الله. شو تخصصك غاد؟ شو الدرجة؟ دكتوراه في علم النفس الاجتماعي. علم النفس الاجتماعي، ما شاء الله، هذا شيء مهم، إن شاء الله رب العالمين تستفيد يا وتفيد رب فيه، تستفيد وتفيد. طيب أنت يا رب. اللي صار معك إنك طلعت من ووهان قبل ما تصير كل هاي الميمعة ورحت على مدينة جوانزو، صحيح؟ وفي البداية رحت من مدينة ووهان شينزن بعدين على كوانزو. رحت زيارة في كوانزو لأصدقائك طبعا. هذا اللي سمعناه. والله كانت زيارة للأصدقاء، منها كمان التعرف على البلد. أنت بتعرف إحنا يعني مش بالسهولة يعني السفر خارج الصين، في خاصة في فترة عيد الربيع. أنت عشت في الصين وبتعرف يعني في فترة عيد الربيع فكله بيسافر، كله بحاول يطلع يغير جو. وكمان درست أنت في الصين، بتعرف قديش مدة الدراسة اللي هو المحاضرة الواحدة ساعتين وثلاثة، فأنت بكون عندك 4 محاضرات 5 محاضرات في اليوم، ما بتصدق تيجي فترة الإجازة عشان تغير جو. يعني انت فترة اجازة رحت على تزور اصدقائك في يس، اوكي بالضبط. ممتاز ممتاز. طيب بلغنا، الاعراض بدت معك قبل ما تطلع ولا بعد؟ لا لا لا، بعد ما طلعت. بعد بعد ما طلعت. بعد ما طلعت طبعا انا طلعت في 17 واحد، كان اللي هو اعلان حالة الطوارئ في ووهان، بلشت في 15 واحد. في 15 واحد لما بلشت اعلان حالة الطوارئ طبعا بلشت اللي هي المكبرات كل مواقع السوشيال ميديا اللي هو الويشات تعمم بانه في فيروس في كذا، فكانت في حالة تردد بيني وبين أصدقائي بأن نسافر أو لا، أجمع على أن نطلع. فأنا ما حبيت يعني أن أنا يعني أخالفهم. أتركهم خاصة. لا لا مش قصة خايف، هم بنادوني بيج براذر، أوكي. فيعني أخوهم الكبير بده يسيبهم، يعني مش حلوة أنت فاهم أنت. صح. فقلت لا بطلع معهم يعني، ومنها هذا. فأنا كنت ماخذ كل سبل الوقاية، طبعا هم كانوا يعني مش ماخذين يعني سبل الوقاية، اعمل هيك سوي هيك، فكانوا يقولوا لي خنقتنا. فاقول لهم بدكم تعملوا، هو اللي حيمرض فيكم حنمرض يعني، مش فيها مزح. صحيح. وصلنا لمدينة كوانزو وما كان في اي اعراض سوى اعراض اجهاد سفر، لكن لا شك بانه كانت في اشياء معينة، مثلا يعني ما بعد الراحة ما بعد ما ارتحنا وكذا، فشعرت فيها انا. بعد ما راح صديقي كانوا بدهم يسافروا وبدهم خلاص يعني كل واحد فيهم يرجع لبلده بعد ما سكرت ووهان واعلنوا خلاص اغلاقها، فانا قلت لهم شو الحل الان؟ قالوا بدنا نرجع بلادنا. يا اولاد بدكم تسيبوني؟ قالوا خلاص احنا بدنا نطلع. ف قال أنا من فيش حل غزة، قدام. أنا من غزة، مش حارض أروح مكان. انا وين بدي اروح؟ والله الله يا شارد من قطاي مالك رب سواي الله يعني. يعينك. طيب طب انت بدك تروح؟ قلت له وين اروح يعني، انا اذا لا قدر الله كان معي الفيروس يعني مشكلتي مشكله، بدي انقله لثالث بلاد وهذا حرام، وبديش اضر العرب يعني، بكفي بعرف انا الامكانيات اللي في بلادنا وبعرف امكانيات الدول العربيه قديش، بديش اضر اي واحد انت فهمتني يعني، على قدي يا سيدي ربنا يغفر لي. واجتهدت برايي انه معلش محمد، خليك محمد 15 واحد. في 17 واحد احنا طلعنا، تحركنا من مدينة ووهان، ما كانت طلعنا على مغلقة، مدينة شنزل. ما كانت مغلقة، بس طوارئ.
ما كانت، لا لا كانت يعني هي بعدها بيومين ثلاثة. فأنا بقول لهم يا شباب إنه حيتم إغلاق المدينة، يعني لو أغلقوا المدينة صار يقولوا لي يا أبو بكر أنت يعني عملنا فيها يعني تخنقناش. وكنت ماخذ فقلت لهم والله يا طريقتك شباب وحذرك. أنا كنت ماخذ كل سبل الوقاية، بس كنت مجننهم يعني يا شباب شباب اعملوا هيك سووا هيك. فصاروا يقولوا لي زهقتنا يا زلمة، يعني لسه الفيروس أرحم. فبقول لهم يا شباب إذا واحد فيكم صاب إحنا كنا حيسيبنا. صحيح. وبدك الصحيح اللي كنت خايف منه لقيته، يعني اللي يعني حتى هم يعني ممكن يكونوا هم نقلوا للعدوى وطلعوا قبلي وانا ضليت. لا انت حول مش متخيل الوضع. ف اللهم صل على سيدنا محمد. طلعنا على شنزن، من شنزن قعدنا فيها اسبوع، بعدين نزلنا على مدينه كوانزو. طبعا في اللحظه هاي تم اغلاق المدينه. فبقول لهم يا حلوين شو قررتوا؟ قال لا احنا في البدايه قال بدنا نرجع ووهان. قلت لهم ووهان سكرت ما فيش مجال. قال طب ايش رايكم ضلنا قاعدين يعني اسبوع بتفتح؟ المهم تواصلوا مع سفراتهم قالوا بدنا نرجع. صار الوضع انا عندي شويه يعني محرج. كنت طبعا احنا جايين مع بعض بدكم تروحوا تسيبوني، كمان كل واحد فيكم بتروح على بلاده. انا من غزه يعني انت عارف يعني وين بدي اروح؟ الك الله الله يا شيخ. يا شارد من قضايا مالك رب سواي، وين بدي اروح فعلا يعني؟ فاضطريت حسبتها قلت طب لا قدر الله لو انا مصاب بالفيروس يعني مشكله، يعني بتنقلوا على بلدين عربيه حرام يعني، وكمان بتنقلوا لغزه يعني كمان انا ما فتش غزه بإيش رجعنا فيروس شو هالمصيبه. فقلت اكتفيت انه يعني لا يعني لو كان مكتوب للواحد يموت يموت برا، ولا قدر الله انه يعني ما يضرش للعرب ولا يضر ولاد بلده ولا يضر حدا، وعلى قد واحد وهانت. وبدك الصحيح كان شعور صعب يعني مغامرة كانت صعبة. بعد كم يوم بدأت عليك الأعراض من دخولك جوانجو؟ قعدنا احنا في كوانزو تقريبا، دخلنا كوانزو في 22 يناير. طبعا احنا كان مقرر بانه ب 25 نروح على ووهان، يعني لانه كنا قاطعين التيكتات. انت بتعرف كيف اللي هي نظام التيكتات في ووهان، انت عشت في الصين وبتعرف كيف نظام التيكتات. فاذا ما حجزت خاصه في اعياد الربيع انت بتعرف مليون بني ادم بكون في اللي هي الستيشن وقصه. وبعدين اصلا يعني انت بتضطر تطلع عشان ترفه عن نفسك، بتحكي عن محاضره مدتها 3 ساعات 4 ساعات، وبتحكي عن 4 محاضرات في اليوم، فانت بتكون محتاج تغير جو. بس جينا بدنا نرجع على ووهان فكان مغلق، فاضطرينا نقعد. تم الحين لما الشباب طلبوا بدهم يروحوا، خلاص بدهم يروحوا على بلادهم وما في مجال نرجع ووهان. الشباب طلبت سفراتهم منهم اللي هو شهاده خلو امراض. فصار في جدال. المهم واحد فيهم قال انا بكره بدي اطلع، هذا واحد من الشباب الباكستاني، قال انا بكره بدي اطلع اعمل الفحص. عمل والله بالفعل الفحص. قبل ما يعمل الفحص، شوف حتى قبل ما يعمل الفحص وهو طالع الصبح يعني صحي، لقى حاله عنده اعراض ما يعلم فيها الا الله. في يومها صارت الاعراض. فصاحبه الباكستاني، كنت انا وياهم ثلاثه احنا نايمين في الغرفه، فصاحبه الباكستاني اجى صحيني. انا طبعا ما صحيتش، قلت له هو بده يروح على المستشفى روح انت وياه. قال لي طيب انا بدي اخذه نايم. انت فهمت؟ فلما فحصوه اكدوا اصابته، مش انه يعني كمان مشكوك، اكدوا اصابته. فلما اكدوا اصابته فاجا الشاب اللي بقول والله صاحبنا مصاب، والثاني مش مصاب. ايش بتحكي؟ قال لي والله الثاني مصاب. الثاني بعديها تم تاكيد اصابته. اللي هو بقول والله مصاب. قلت ايش بتحكي؟ قال لي زي ما سمعت. قلت طب خلص يلا خلينا نروح نفحص. احنا كنا رحنا فحصنا، كلنا طلع سلبي. طلع سلبي كلنا. هسه لما طلع سلبي انبسطنا واحنا هذا، وصاروا يقولوا بدنا نروح. كلهم عملوا الحجر، حجز التيكتات في 28 يناير. بس الكلام هذا كان في 27 يناير، في 28 يناير كلهم عملوا حجز للتيكتات. طبعا احنا عملنا اللي هو الفحص الطبي في 26 يناير 27، قعدنا يوم واحد 28 اجانا اللي هو ايش؟ امن الطب الوقائي. طبعا انا فتحت عيني لقيت
ناس مكفنة قدامي. اه لابسين ابيض و لابسين ابيض وال... بقول الله يصبحكم، بقول الله يصبحكم بخير. ايش هالصباح يعني؟ مين هذول؟ مين هذول؟ لا بقولوا لي هذول الطب الوقائي. طب وش بدهم؟ قال بدهم ياخذونا. ولك وين ياخذنا؟ الله ياخذكم. بقول بدهم ياخذونا على المستشفى. ليش؟ قال عشان فلان مصاب. والله بالفعل، والله بالفعل لمونا وطلعوا فينا. طيب طلعنا على المستشفى، طيب طلعنا على المستشفى يا جماعه الخير انا مدخن. قالوا ما فيش شيء، حطوا كل واحد فينا في اوضه. طب حطونا مع بعض احنا صعب. لا واحد فيكم في اوضه. دخلنا في هالحجر، دخلنا في هالحجر يا كبير. طبعا لا دخان، طبعا لا دخان ولا شيء. الله لا يجيب اليوم اللي جابكم. انا قعدت كنت اقول الى الشباب يا اولاد المحترمين، ما انا كنت اقول لكم خذوا سبل الوقايه ومش عاجبكم صرتوا عاملين حالكم فيها شاطرين. طب تفضلوا هينا كنا في الحجر الصحي. طبعا الحجر الصحي الاحترازي هذا انت بتحكي عن حاله نفسيه والارض يعني، ولا واحد تدخن والارض. هذاك الوقت ما عندك لسه اعراض نهائيا ولا إشي. أنا زلمة طيب غانم قوتي معايا بهد حطان. أنت مستوعب علي كيف؟ والله مفيش إشي سوى إنه بس أعراض خفيفة هيك يعني. ألم في الركبة كانت في عندي شوية بحت في الصوت، شوية حاجات بسيطة هيك وكأنه في ألم هنا يعني. بعد شوية إلا لقيت الأمر كبر. ست اقول لهم بدي ادخن، يقولوا لي فش انت ممنوع تدخن انت في حجر صح انت في... طيب بدي اكل. جيبوا لي اكل، ما انت بتعرف الصينيين يعني الصيني بياكل هالقد بيشبع. احنا عرب ما فيش معنى جماعه بدي اكل لازم طابنجيه فش. اذا ما كانش المنسف والاشياء كلام فاضي هذا اكل زغليل. والله كبير شوية اللي هم بعد شوية اللي هم ايش ضفونا عملوا لنا جروب على الوشات وصاروا يقولوا لنا افحص حرارتك. المهم اللي هم بيجيبوا لي ايش ترمومتر. شوف انا الترمومتر محتفظ فيه يعني. في واحد مرة بقول لك لا اليوم محتفظ الترمومتر بلاش يكون فيروس. يا زلمة الاسطح هاي اذا مسحت بالسبيرتو بتروح يعني، فكك من خراريف الهبل بتاعت العرب صح عاد. المهم ضل شوف لليوم معي ذكرى حتى مش راضي اصيبه. تمام لا بتقول لي هذا الترمومتر معك بدك تفحص. يا بنت الحلال الله يهديكي. والله ما في اشي تطلع. انا في كل شارع كنت امشي كان يفحصني بالجهاز 36 ونص. شو انا ما في شيء فيا؟ انتوا بدكم تمرضوني، اجراءاتكم بتمرضني. قال فشي. طبعا الصينيين مش زينا احنا كعرب يعني. الصينيين بدك تلتزم بدك تسمع الكلام يعني، بدك تسمع الكلام. قصص الخراريف بتبعتنا حطها على جنب. قانون. والله المهم حكيت مع سفيرنا. فانا بقول له 1 2 3. قال لي ابو بكر التزم يعني جماعه مش مزح فيها. وان كل قدر الله تكون مصاب وانت الحمد لله بخير وانت قوي وانت 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 تفقلي يعني اداني دفعه امل. بدك تحكي للناس. قلت يا عمي لا بدي احكي ولا محكي. انت فهمت عليك كيف؟ طبعا اجراءات معينه كانت من خلالها اللي هو يدخلوا لك الريبورت كذا. والله فعليا اجماليا يعني بعد فتره تواصل مع الشباب ومع العاد كل لهيتنا كانت حالتنا النفسيه زفت. انت فهمت؟ طبعا طب الامن الوقائي قالوا لهم فيش، قالوا سفرنا اليوم. قال الغي كل التذاكر. أنا كنت دافع في نفس اليوم للأوتيل كمان أسبوع زيادة إلي وللشباب اللي معي. أنت فهمت؟ فقلت أنا مش يسافر وخلص يعني نوعا ما. أدافع من جيبتي. لا بقول له طيب أنا دافع ونسيت غراض كمان في الأوتيل يعني. قال فشي. طبعا الطريقة اللي اتخذنا فيها من الفندق الله لا يأريك إياها. المهم إجماليا بعد ما خشينا في هذا الكلام بلش ايش العد التناسل. فست تكاتل معهم انا على في الحجر الصحي. طبعا تحاول تطلع راسك بدك تتنفس من الفتحه فقط هالقد في الشباك. طيب بدي دخان يا جماعه الخير. طيب انا ماشي، انا يعني حجري اني بدي دخان في شيء شيء. طب بدي اكل يجيبوا لك الاكل المعين. بعد بشويه ست تكاتل معهم على الوشات وزعق وابصريش. وقلت لهم انا اذا يعني ما خلصتوني انا حضرب عن الطعام.
كفلسطينيين متعودين احنا عن قصه الاضراب بالطعام يعني. اللهم بيقولوا لي اسمع اهدى وصلي على النبي عاد. ايش اللي بدك اياه؟ قلت لهم انا عملتوا لي بدل الفحص ثلاثه وطلعت النتيجه عندي سلبي. حجريني ليش؟ انا زلمه مدخن بدي ادخن. قالوا لي بدك اياه. قلت لهم بدي ادخن. وجدوا لي اي طريقه. قالوا طيب احنا اجماليا بدنا نوديك على مستشفى ثانيه انت وبعض اللي هم مين؟ اصدقائك. الحين كان في هذا اليوم ماخذين كمان صديق ثاني. الصديق الثاني كان مؤكد اصابته وودوا. طبعا نفسيتنا صارت زفت. فصرت انا بقاتل في حالي بدي اطلع. يعني صرت اقول لهم انا وجودي في المستشفى حيجيب لي الفيروس. انت فهمت؟ والله ودونا على مستشفى عسكري. في المستشفى العسكري قعدنا. طبعا مستشفى راقي. ما يعني قد ما احكي لك راقي. والواحد شكله ملوش في النعمه كثير. انت فهمت علي؟ في اليوم هذا اخذت دش وانبسطت وظبطت اموري وعيش يا ابو بكر يعني ميغا. والله وجاتني علبة دخان. كانت أول علبة دخان بتجيني وانبسطت 100%. وإلا شوية حطيت راسي ونمت. الساعة 2 الظهر على الأربعة العصر قمت أفرق فرق. أناجي الله من نجاة. حتى أنا يوميتها أقول سبحان الله شكلنا مناش في الخير. يعني من كتر ما المكان كان جميل وأنا يعني كنت سعيد جدا. يعني بتحكي عن مستشفى ضيافة مش 5 نجوم 100 نجمة يعني للرؤسة. فقلت شكلي أنا ماليش في الخير يعني ماليش في النعمة يعني. أنا زعلت على المكان أكثر من الفيروس. صرت ألوت الواي الله لا يقربك. أول حاجة يعني أنا اللي قومني جسمي نار 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 بشكل مش طبيعي. دنيا بطنن طنين اللي فيه غريب. يعني الدنيا التنتين بطنن بشكل كيف تتذكر قنوات التلفزيون لما كنت تسكر قناة التلفزيون تعملك نفس النظام. المادة الشمعية زي العسل. صداع كأنه مقادح في راسك من هان. وإشي يعني إشي فظيع. الرئتين كان أكثر شيء يعني خليني أنا يعني أتحرك يمين أتحرك شمال مش قادر أتحرك. كأنك بتحكي مسامير خشت من هان. مسامير من نار خشت من صدري طلعت من ظهري. المهم يعني بلشت بأعراض الله العالم فيها. أعراض كبيرة وجان دلاء. صرت من أعراض أفرق فرق. الغدد منتفخة. تمي كأني إيش بقولوها الله يبعد عنك الشر. يعني مجا ناشف. كأنك بلع طحين. انت فهمتني؟ مناخيرك يعني من كتر الغ يعني حاسس كأنه فيهن كتلة غبرة. والالتهابات اللي هان إشي الله لا يقريك. يعني مش قادر تلمس هاي. حل بدك تقح. القحة مش بس ناشفة. ناشفة وبتجرح. هذا كله ظهر معي مرة واحدة. قبلها ما كان عندك أعراض نهائيا. قبلها بقول لك بهد حيطان. ولكن كانت في عندي أشياء معينة ما قلت بإنها إيش. ما قلتش بإنها أعراض كورونا فيروس. قلت إن أنا عشان والله كنا بنطلع بننزل بهاد يعني كان في نوعا ما من لكن هدول الأعراض اللي كانت عن جد متعبة. كان في ألم عندي في إيدي من هان ومن هان. هسا جيت أقف وانا الله لا يقريك كانه يعني زي معي شلل. والله بالفعل مسكت التلفون. في عندهم جهاز الاستدعاء. ضغط عليه زي هيك مرتين ثلاثه. اجتني الممرضه. ليه بتقول ايش في؟ قلت لها I am so tired. ليه بتقول لي ايش؟ ما حكيت لها بالصيني ان انا تعبان كثير. يعني ليه بتقول لي طيب اصبر. المهم
الخسيرة. المهم الخسيرة حد جابت مين؟ الممرضة. الممرضة جابت اللي هو جابت الجهاز الحراري. حطته زي هيك. طلع معها 36. الحين انا قلت لها هذا مش صح. مسكت اللي هو طبعا حبيبي. حطته هيك. الصديق. قلت الصينيين صديق وقت الضيق. ولا هو بديني 39 ونص. انا شفت 39 ونص. والله ينقبك. وقوله غير. المهم حكيت لها قلت لها لا هذا غلط. الا هي بتقول لي تبصبر. راحت نادت الطبيب نادته ومعاه جهازه. ما حط جهاز زي هيك لو ادى الاشاره 40. لا بقول لي انت الحين لازم نعمل لك فحص. والله بالفعل جاب الادوات الفحص. فحصني. لا هو بقول لي اسمع. النتيجة بتطلع بكرة أو بعده وأنا آسف إحنا ما فيش عنا إمكانيات. هذا زي مستشفى فندقي وإحنا مضطرين نحولك لمستشفى اللي هو مين؟ مستشفى اللي هو خاص. والله بالفعل حولوني على المستشفى الخاص. طبعا قبل ما أطلع لبسوني بدلة اللي هي بسموها بدلة الوقاية اللي لونها أصفر. هاي كله هذا حساب الحكومة. خاص معناه انه تخصصي الله يعزك. شوف من الشحوط للمشيط احساب الحكومه. يوم معنى كلمه يوم. طب قديش اخذت فتره العلاج منك؟ كم يوم اخذت فتره العلاج معايا؟ 17 يوم. العلاج مش الحجر. حجر قبل هذا. أسانا يعني ما بعرفش ده وقتك ضيق ولا لا. ده يعني عشان ما اخش تفصيل. أسأل بالفعل قالوا لي بدك تخش في البدلة هاي. طبعا البدلة هاي بتحكي عن خمس حرامات. انت هاي بدلة واحدة. انت فهمتني؟ طبعا لبستها وادوني الماسك جديد وكذا. لم بقولوا لي يلا عشان بدك تخش في الصندوق. طبعا انا الحين معي شنطه كبيره ضخمه. قلت لهم انا مش قادر اشيل يعني مش قادر اشيلها. قالوا لي طيب يعني خش في الصندوق. احنا بدنا اياك تخش في الصندوق البلاستيكي. والله لا يريك. قلت لهم لا بقى. صندوق البلاستيكي الصندوق اللي بحطوا فيه المرضى. فقلت لهم لا. قال خش فيه. مجنون. شوين؟ طيب. قال لا بدك تخش فيه. ما خشش فيه. تفهمت؟ مم لم بقولي طيب اقعد على الكرسي هذا عشان نوصلك للم. قلت لهم لا ما بديش. انا قادر امشي بس حطيت الشنطة عليه. والله بالفعل وصلت للإسعاف. لم قولوا لي يلا الحين بدك تخش في الصندوق. قلت لهم بخشش في الصندوق. المهم رحت زي هيك وقلت للخسيه قلت له طخني انا مش داخل في الصندوق. قال لي بدك تخش. المهم رحت ابعدت عن الامبولانس وقعدت تمشي. رفعت حتى الماسك واجوا ثلاثة اربعة زي هيك مسكوني وقالوا لي في شيء. المهم يعني حتى وانا تعبان ما قدروش يعني. المهم لو بقول لي بدك تخش في الصندوق قلت بخش في الصندوق بحاله واحده. قال لي ما تسكرش السحاب عليك. قال لي بينفعش. قلت له هاي اللي عندي. قال لي اتسوكي. والله خشيت بالصندوق. طبعا انت بتحكي عن قبر بلاستيكي. المهم الله لا يعيده من ايام. انت فهمت علي. لما وصلنا المستشفى بدي اطلع خنقت. انا كمان خنقت. لو بقول لها اللي في الصندوق ولكن الله يصبح وجهك بخير. انت شو ضلني في الصندوق؟ قال في شيء. المهم اخذوني زي ما انا بالصندوق عملوني. طبعا انا لو ما فيش صندوق كان حسيت حالي على عرش قاعد. بس يلا نصيب. حطوني على سرير. اصحابي الباكستانيين نفس الغرب. طلع في زي هيك.
لو بقولوا هي ابو بكر رجع صاحبنا. انا لما شفت بسطت اولاد الكلب انت السبب. سنديق وبوكاس انا كنت اشوفهم اصلا على اليمين السوشيال ميديا على الويشات. لما اشوف هذا المنظر لواحد اغير يعني اتزاول مزاوله من هالمنظر. يعني اللي بنعمله بالناس هيطلع علينا وين موديني؟ ما لقيتهم الا حاطيني في الصندوق وعلى سرير. لو بقول لي الان بدنا نشبك لك بتاعت الاكسجين. لا تشبك لي ولا اشبك لك، انا مش مريض لهالدرجه يعني مش ميت. لو بقول لي لا بدنا نشبك لك في شي مجال وانت ممنوع تطلع ممنوع من الكلام. اتصل في السفير حكى معي. كيف انت؟ قلت لنا بخير. السلام بديش اقول له لا صندوق ولا دل. والله اخوي طلعتني فيه تقريبا يومين. يعني السفاره كانت متابعه دائما معك. السفاره وشبابنا واصحابنا ما حدا فيه مقصر يعني بامانه. شيء يعني شبابنا في الصين الله يحميهم ويحفظهم. المهم اجماليا ما بعدها بلشت الاعراض اللي عن جد. يعني من اول ما وصلت المستشفى وحطوني على سرير بلشت الاعراض اللي عن جد. يعني زي ما بقولوها راح اللعب واجى جد. وفي هذه اللحظة انا شفت يعني لو بقولوها يعني ربنا بقول فابصر فبصرك اليوم عليك حديد. كانت هي حتى اذا بلغت القلوب الحناجر. أشهد بالله يعني عذاب ربنا. وكنت أصبر حالي يعني أصبر حالي أقول يمكن عمل الذنب أنا مش داري فيه. يمكن يا ربنا طهرنا من هالذنوب. يمكن في إشي واحد غلط بإشي عمل حاجة كذا. أراجع نفسي يعني. طبعا كان أصعبها لما اتصلت فيها اللي هي مين؟ زوجتي. مالك لك يومين بترنش علينا يا بنت الحلال. الله يهديك. روقي ايش؟ طيب انا بخير. عارف انك بخير. انت فهمني. انا لا بدي اقلقها ولا بدي اقلق حدا. تسمع بنت الناس. هنا انا وضع النفسي مش متحمل. ويعني بس اعمل زي هيك خلاص. اسمع صلي على النبي. انا 1 2 3 ايش بتقول؟ قلت لها زي ما سمعت. وهي قلت لها انا لا بدي تخافي ولا تقلقي. انا بدي اياكي فقط تدعي لي. مش هتفيديني ولا في حاجة. لا عيطك بفيدني ولا حاجه بفيدني. فقط ادعي لي وما تبلغيش امي وما تحكيش لحدا. خلاص اتفقنا. لا اتفقنا ولا ما اتفقناش. اذا ما اتفقناش قولي لي عشان انا هالحين بدي ابعث لك ورقتي. فكينا بطل نفسي يحتمل للكلام هذا. يعني اتفقنا ولا ما قالت؟ اتفقنا. كل صلاه طبعا انا زوجتي الحمد لله من المصلين ومحفظ كتاب الله. كل صلاه ايه بتدعي لي وبس. وسلم الامر لله. اذا ربنا كاتب لي اعيش نلتقي، واذا مش كاتب لي اعيش تسامحيني دنيا واخره. والولادة ما نفرق ابتك سلمت وانا خلاص. الدكتور شوف كيف وضع العرب الان. كان على اصعب وضعي يعني كلقان. ايوه والسوشيال ميديا بتأريك ناس بتموت وانت نفسك بتشوف ناس في الشارع وقعت. فانت مش بتشوف يعني انت مش بتشوف فيديو، انت بتشوف ناس قدامك فعلا وقعت. يعني انا في الترين شفت اثنين. يعني بدناش نهاية. انت فهمت؟ تصير انت في حالة نفسية انه اوف. يعني انا هيك بده يصير فيا؟ طبعا والاعراض نفسها بتخليكش تسمع الكاش انك انت يعني تقعد تجادل في حدا ولا تحكي مع حدا. صعب كتير الاعراض. طب بتتذكر بايش عالجوك؟ شو الادوية اللي اعطوك اياها ولا ما بتتذكر؟ بتتذكر الادوية اللي عالجوك فيها؟ طبعا يعني. بتذكر. انا بلشنا في الادويه نفسها. كانت اللي هي مضادات للفيروسات. كانت خاصه بجهاز المناعه يعني. طبعا اللي
طبعا اللي هو قواشع للبلغم، كان فيها اللي هي كمان أدوية الملاريا. أدوية الملاريا أعطوك إياها. طبعا. وكانوا كمان اللي هو تاعت الروماتيزم وهشاشة العظام، هذولا كانوا مدققين عليها. فهمتني كيف؟ كان في عندك أدوية للكلى والكبد وسوائل الجسم، وطبعا بتاعت الشعب الهوائية، وطبعا اللي هو للجهاز العصبي، وعشاب عبارة عن عقاقير. طبعا في مرة جابوا لي طبعا، وفي مسكنات ألم بس ما بعرفش إيش أنواعها يعني، تفهمتني كيف؟ وكانوا يستخدموهم في الضرورة يعني، لأنه أنت تعرف أنت مسكنات الألم في منهن بدخل في تركيبته مخدرات يعني. في منهن اصلا بيزيد تفاعل الفيروس في الجسم. مضبوط، اثبتت بعض الابحاث خاصه الايبوبروفين. يس. في منهن يعني بدخل في انه يزيد الفيروس في الجسم. ركزوا كمان على اللي هو التغذيه. طبعا اذا بتحب اقول لك كيف كانوا يفحصونه يعني بشكل يومي او بشكل كذا. طبعا اللي هو فحص الدم كل 3 ايام، فحص اللي هو CBR والQR كان يعني كل يومين، انت فهمتني. CT كان كل 3 ايام برضو. الله نصص الدم محمد. في عندك اللي هو طبعا البول والبرازة برضو كمان كل 3 ايام. معظمهم كان كل 3 ايام بس يعني في يعني مثلا اليوم صوت الاشعه بكره كذا. اجماليا كانوا بيدونا 8 عقاقير مبكته، كل واحد عليها اسمه. وانا كنت لما بقعد مع الدكتور واساله انه ليش يعني بتعملوا زي هيك، ليش كذا، كان يقول لي انه احنا بنعمل هيك لانه الامراض اللي عندك ممكن تكون مختلفه عن الامراض اللي عند فلان. كل حاله بحالتها يعني. كل حاله بحالتها. بقول له طب انتوا يعني بتعالجونا في بلازما يعني؟ هذا جديد سالته اللي هو عالجتونا في بلازما. قال طبعا يعني في ناس احنا بنعالجها ببلازما. طبعا مضونا على اوراق انه انت تخضع للتجربه. بما اني انا كباحث وكدكتور فانا مبدخضع بدي يعني بعرف ايش معنات كلمه تخضع للتجربه. يعني مش يعني مش مزحه. حتى اطباء عندنا كانوا فلسطينيين من السفاره ومن هاد يتواصلوا معهم انه بعض الادويه ما تدلوا اياها لانه اثارها الجانبيه بعد هيك قويه بتسبب بالدماغ. لا انت ما تديله هذا الدواء، اديله مثلا بديله كذا كذا الدواء الصيني. يتواصل مثلا مع الدكاتره كذا، واكون انا على يعني على استماع باللي بيصير يعني كذا يعني. حرام من يعني شبابنا وهذا ما قصروا. دكتور علي الوعري منهم والشباب ما حدا فيهم قصر بامانه يعني. دكتور علي كان يعني على اتصال مع دكتور لؤي، دكتور انا ابو صفيه، ما قصروش يعني. في دكتور فراس صوافقه، كلهم والله يا جماعه طيبين. طبعا الدكتور علي يعني كان متابع اكثر، ودكتور لؤي لانه كان في تواصل يعني. طبعا كلاهما زملاء للعلم، درسوا يعني معاه، لهم علاقه يعني، كانوا مع اطباء داخل المستشفى. عفوا تفضل يا خالي. الله يسعدك يا دكتور. انت اصلا يعني من اطباء فلسطين في الصين يعني، ومن الجاليه الفلسطينيه يعني في الصين، هذا امر طبيعي. انت فهمتني كيف؟ انك تكون عارف وانت خريج الصين يعني. الله يسعدك. وبعدين هيك انت اصلا كنت جاي زياره على الصين، فلولا صار اللي صار يعني، ولا كان انت وهان يعني. قدر الله ما شاء. طيب احكي لي الحمد. كيف هلا انت شاعر حالك بعد ما طلعت؟ ان شاء الله احسن وضعك. والله دكتور الحمد لله احسن، ولكن يعني شو انك فكره انك انت ما زلت على قيد الحياه هذيك بس، فهمتني كيف؟ وباقي اي شيء مش مهم يعني. اللي بيهمك في كل الموضوع انه الحمد لله ربنا انقذك من القصه هاي، وانك انت يعني زي ما بيقولوها طلعت سالم غانم والسلامه غنيمه، فاكيد ربك رحمه اكيد.
تبقيت ربك رحمة. بدي توجه رسالة هلا لأبناء المجتمع العربي، ما إنه صار عندنا الآن بعض الدول في عندها حظر وإغلاق مدن، هل تنصحهم يلتزموا بهذه الأمور ولا يضربوا بها عرض الحائط؟ إيش توجه لي رسالة لهم؟ لا والله أنا أقول لك كلمتين وأقولها للجميع. يعني شوف، زمان ست وستة كانت تقول ما بحب من بكاني وبكى علي، ولا بحب من ضحكني وضحك الناس علي. يعني دول عظمى قاعدة بتركع قدام هذا الفيروس، ما نضحكش على بعض يعني، وبتنزل جيش، انهيار في اقتصاد، طيارات، مطارات قاعدة بتقاف، مستشفيات مش يعني طواقم طبية قاعدة بتبكي وبتخسر يعني قمة البروفيسورات. أعتقد بأنه الجميع المفترض يأخذ يعني درس حقيقي، بأنه إحنا كدول عربية المفترض أن إحنا أول شيء يكون في عندنا وعي حول هذا الفيروس، أنه هذا الفيروس مش سهل التعامل أو الحديث فيه، لا من قبل سياسي ولا من قبل مواطن ولا فتي. هذا شغل ناس أطباء، شغل ناس مختصين بعلم الفيروسات، شغل ناس مختصين سواء بعلم النفس. خلنا نحترم حاجة اسمها التخصص، يعني خلنا نحترم حاجة اسمها التخصص يعني، ونعطي للعلماء قيمتهم يعني، بعيدا عن كل الكلام الجانبي. الأمر الثاني أنه نأخذ سبل الوقاية، نأخذ هذا الفيروس على محمل الجد مش على محمل المزح. الأستاذ اليوم في عنده فرصة أنه يتحدث في هذا الموضوع من ناحية اللي هو التعليم الإلكتروني، الصناعي كيف يصنع اللي هو أدوات للمرضى الأسرة. أنا كنت أشوف أسرة في المستشفيات الصينية مرعب يا زلم، شيء يعني شيء ناس احترافيين، مستشفيات ميدانية كيف بدنا نعملها كذا. هذا هو التطوير، هذا هو الإنجاز. المهندس كيف بده يشتغل حالة الطوارئ زي هيك. نحترم تخصصاتنا بالتلقائي، بدل ما نقعد نحكي في الفيروس وامريكا ولا الصين، هذا مش دخلنا. احنا مالناش دخل، احنا غلابه يا جماعه، احنا على قد يلا الستر. انت فهمت؟ الامر الثاني اللي هو الطباخ كيف يعمل طبخه للمصابين وتكون شيء راقي. اظن سيدنا محمد الجميع ياخذ اللي هو سبل الوقايه ويقعد في البيت يلتزم. الموضوع مش مزحه، الموضوع ما في شيء فيه ضحك، الالام عن جد مرعبه وموت. في فرق كبير طبعا بينه وبين الفلوانزا، واللي بيقول لك يا عم الأعراض خفيفة، ناس عندها 80% أعراض خفيفة. نعم يا عمي، في منها أعراض خفيفة وبالسلامة إن شاء الله، بس أنت ما بتضمن أنك تنقله لواحد تجي أعراض قوية تتسبب بقتله. صحيح. بتصير أنت شاركت الفيروس بقتله. صحيح. فعليا أنت بتصير مشارك في قتل بني آدم. صحيح. عشان هيك لا ضرر ولا ضرار. الإشاعات هاي بدنا الإشاعات. لا الإشاعات الإشاعات أنت مش محتاج تسمع يعني. ما هو إحنا إيش اللي بخلينا نحكي بالإشاعات؟ فاتي الناس، هذا بيحكي وهذا بيحكي وهذا بيحكي. يا أخي لو كل واحد فينا التزم الصمت أفضل، التزام الصمت في هذا الوقت أفضل. اسمع وافهم وتعرف على الفيروس. مشكلة هذا الفيروس إنه يعشق الجهل، يا الله، بس ما بيحب الوعي وبيعيش في الوهم، بيعيش في الوهم وبضخم الأمور. والناس اللي بتعشق أنها تضخم الأمور هي أولاً مش مستفيدة إشي إلا إفراد فرض الرعب بين الناس. طيب إن ربنا عز وجل قال إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه، فأنت ما في داعي لتخاف ولا داعي. نسبة الشفاء الحمد لله عالية، وارد إنه كل من أنا مصاب يعني زي الفلوانزا، زي السكري، زي أي إشي، والتشافي منه الحمد لله. يعني الناس بتتشافى، يعني في ناس بتطلع، يعني مش شرط انه اللي بمرض فيه بموت. خذ سبل الوقاية وعشان تاخذ سبل الوقاية وترتاح، سواء بالنسبة للفلوانزا ولا للفيروس. يا سيدي الفرق ما بينهم انه نفترض انه التنين نفس الأعراض زي ما بعض الناس بتحكي، مع انه في اختلاف كبير. نفترض التنين زي بعض، اللي ما تعاملش مع مصاب ولا حد جاي من برا مسافر وأجا لهان ولا ظهرت عليه أعراض حادة في كل إشي، يا عمي هو مش مصاب. طيب. هو انفلوس. وبدون ما نقعد في الإشاعات، خذ المعلومات من المؤسسات الرسمية، خذ المعلومات من المؤسسات الرسمية. يعني وفي أب بكذب على أولاده؟
يعني هم ليش بدهم يكذبوا عليك؟ يعني خلينا واقعيين، بدهم يطمنوك. طب انت زعلان ليش؟ صحيح. الناس بدها تطمنك. صحيح اللي بتحكي الناس بدها تديك 100% تديك تفاؤل 100% اللي بتحكيه 100%. اول شيء انا بدي اشكرك على وقتك دكتور محمد، واتمنى اني اشوفك في وخان قريبا ان شاء الله في زيارتي القادمه، ونجلس مع بعض. نعمل منسف يعني. ومنسف عندك ولا يهمك، وبدعو لك انك دائما ان شاء الله تكون بصحه وعافيه وترجع لاهلك سالم وغانم. اشكرك كثير على لقائك والجلسه الحبوبيه هاي، وان شاء الله نراك قريبا ان شاء الله. على راسي، بتنورنا والله. اهلا وسهلا، السلام عليكم، يعطيكم